فريق الشباب المدريدي، اللاعب الذي كان قد لعب لفريق الوحدات الأردني الذي يلعب لمنتخب الأردن للشباب، اللاعب إسماعيل الخالدي الفلسطيني الأصل والأردني الأصل أيضا، الذي يعني الذي لم يتوج بالدوري في الموسم الماضي، بينما في موسم 2013 في عشرة جولات من الدوري الفلسطيني للمحترفين. الآن عند درويش 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 درويش، يا عيني عليك يا راقي يا نعيم، كرة عند الدبان في الدوري التشيلي. كان ممكن نشوف أداء أعلى لنادي باريسينو، عشان هيك كمان في المباراة القادمة إن شاء الله بنشوف أداء عالي من نادي باريسينو. درويش ميسي صار، درويش ميسي صار، درويش يا ولد الباص الآن.